تعالى شو افرجك على مشهد من الحاجات اللي دخلتك جامد في جروب الزملكاوي. اتفضل. تعالى. غير متوقعه، وده اللي احنا بنقوله لك في السنه اللي بتشوفها ده هتعمل ايه؟ يا العظمه يا عباد يا عبد الحليم، احد حبات عنقود الموهوبين في التاليف عبد الحليم. شوف الفكر العالي، لا اعلام نظره، شوف نظره جميله جدا، وبحس كروي غير عادي عملها له. احكي عن اللقطه دي، لان انت خدتها في جزء من الثانيه، وهو قرار صعب جدا انك تاخد تاخده بسرعه كده ونجحت فيه. فاحكي لي عن المشهد ده بقى كده من اوله. الكوره جت لك، انت لعيب كوره. طب انا عايز اعرف اللقطه دي جت ازاي. عايز افهم. مش جاي معاك خالص. لقطه انت خدت بالك من حضري، انت لعيب كوره بس انت مش عارف. بس هقول لك انا تخيلي وقول لي صح ولا لا. انت شايف الحضري من قبل ما تستلم الكوره، ان هو طالع لبره. دي حقيقه. صح كده؟ الكوره جت لك وانت عارف ان انت هتحطها من فين. هي كده. ماشي. يعني اولا خلينا التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله. تاني حاجه، انا كنت قارئ جيد جدا للحارس اللي بلعب عليه، وكنت قارئ جيد جدا للليبرو والسرد باك اللي بلعب عليه. ماشي. وحتى الاطراف، لان ساعات كنت بتطرف على الخطوط يعني. فكنت بذاكر الناس دي بشكل كويس، انما المذاكره الاكثر كانت لحارس المرمى والناس اللي انا هلعب عليها. قوته فين؟ على فوق، تحت، عرضيات، انفرادات، بيعمل ايه كويس وايه نقط ضعف. سامح حضري من الاسماء في التوقيت ده، كان من الاسماء الكبيره. صديق عزيز، حارس سوبر يعني. ماشي. ربنا يوفقه في مشواره التدريبي. كان في منتخب مع بعض، وكنت بشوف، كنت دايما بذاكره يعني. فهو اكيد طبعا كان بيذاكرنا، فانما في حاجات بقى ربنا بيديك التوفيق من عنده سبحانه وتعالى، بتبقى في حاجات بقى يعني هو ربنا رايد كده يعني. فانا شايف من الاجوان اللي كان فيها توفيق يعني، كل حياتنا توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، انما ده كان بقى يعني التوفيق الكامل بقى يعني من عند ربنا سبحانه وتعالى، في الهدف، في توقيته، في وقته، في اللعبه نفسها، في مباراه قمه اهلي والزمالك او زمالك واهلي، والاهداف دي ما بتجيش يعني نادرا. لما تقول عالي، تقول حلو يعني. فانا كنت، هي القرار كان متاخد، تقدر تقول متاخد من بدري. انا كنت الحاجات دي كنت بعملها برضه في تمرين المنتخب. يعني كنت انا دايما عارف ان عصام دايما بيطلع يقفل على الست، وقفلته على الست دي يعني قفل الدنيا قدام اي حد بيلاقي لو فكرت تدخل. واللعبه دي ما تتلعبش يعني، اللعبه دي لا تتلعب في مباراه قمه، ولا تتلعب عشان هي لو قلشت، ولا تتلعب على الحاضر. لو قلشت هيبقى شكلك انت اللي مش حالك. صح. وكان ده اول هدف في النادي الاهلي. وكان قبلها بلال جايب التعادل. صح. ما كملناش 5 دقايق. وخدتها كده. ده كان الماتش ده 3-1 للزمالك. 3-1. اوكي. فوائل ربنا عمل فاول مع حد، وجي بيعمل وان تو عشان احط له، عشان تحط له تاني، وفي حسام هنا وفي وائل رايح. فانا سند يعني في لحظه ما انا، بس انا عينيا عارف ان الحضري الحاسه وعارف وعينيا واخده جزء، وانا عينيا بتنزل يعني، انا عينيا على الكوره زي ما انا بحكي لك كده. فعينيا على الكوره، واخد الحاسه جايه لي، وعارف ان الحضري متاكد بنسبه كبيره ان هيطلع. فرحت واخدها طبعا وسط رجول، طبعا كان كابتن هادي خشبه، كان وائل جمعه، كان برضو اسامي كانت جدا. فربنا اداني التوفيق من عنده، هو طلع في لحظه طلعته. خلي بالك انت ممكن تطلع فوق العارضه. ايوه انا بقول لك، لو قلشت هتتلام انت. بقول لك ايه يا عم، انت بتهزر، ده ماتش اهلي وزمالك. فهي جت من عند ربنا. صح. التوفيق من عند ربنا. صح. ما بعده توفيق، وكان كون في الذاكره طبعا ليا والجماهير نادي الزمالك، وبعتز بيه جدا. لكن اول اهداف لعبت 3 سنين قدام الاهلي، ما كنتش جبت جون يعني. 3 سنين قبلها ما جبتش ولا جون. لعبت على ما اعتقد 2 او 3 ما كنتش جبت جون في النادي الاهلي. وبعد كده جبت ده، وبعد كده جبت الثاني اللي بيهدف في ماتش 2-1، وبعد كده في ضربه جزاء برضه. وبعد كده ضربه الجزاء بالظبط كده. بس فده من الاهداف اللي ما بتتنسيش يعني. دي من الاهداف اللي ما عمرك ما هتنساها. انت جبت جوان كتير حلوه، بس ده من احلى الاجوان اللي جبتها في حياتك. ما كانش الافضل يعني في تاريخي يعني. من وجهه نظرك ده احلى جول جه في الشك حياتي. في الشك الناديين الكبار ما تسجل فيهم طعم مختلف تماما، عشان بس نبقى متفقين يعني من ناحيتين. ماشي. بتبقى في الذاكره لاي حد. موافق جدا على قيمته وحلاوته. ماشي. طبعا. لكن في احلى بغض النظر عن خصم مين. من وجهه نظرك في افريقيا جبت جول ترشح من افضل الاهداف، ترشح من افضل الاهداف اللي كان في كوستا دي سول في موزمبيق هناك، اللي هو فيرست تايم. الفيرست تايم اللي حطها لي وليد. انت جبت فيرست تايم كتير، كذا واحد. جبت، كنت بتمرن كذا واحد. كنت بتمرن عليها. جبت في الدوري هنا كذا واحد، وجبت في افريقيا. فاشتغلت عليها بشكل كويس، انما هي في الماتش ده كمان الشكل بتاعها، القوه دي في بره. فبرضه كان توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. انت رسميا يعني عندليب 138 هدف مع الزمالك رسميا. المفروض انها 138. صح كده؟ لكن في مسيرتك كلها بقى
200 مثلا من بدايه من اول 200 كوره لحد ما خلص لحد ما خلص 200 مثلا ممكن كله بقى على بعض ممكن لا هداف كبير الصراحه هداف كبير.